هنعمل شعريه بالكبد والقوانص. اول حاجه هعملها نبدا بالشعريه، دول كوبايتين شعريه، وعندنا الشوربه او المرقه، عندنا اللوز والسنوبر اللي هنحمصهم عشان تحط عليهم، طبعا بنعملها بالقرفه، زبده، ودول برضو الحاجات بقى جارنش في الاخر، والكبد والقوانص عشان تتحط عليها من فوق. اول حاجه هعملها ان انا عايزه احمص الشعريه، فهبدا احط معاها شويه من الزيت ذره، وهي بقى بتتحمر هنضيف شويه من البهارات بتاعتنا، هنضيف القرفه، اللي مش بيحب القرفه ممكن ما يحطش، بس هي تدي طعم حلو جدا، ونقلب عشان تيجي فيها كلها، وهنحط شويه من الملح اهو، نحط بقى عايزه احطه، بس برضو عايزه كله يبقى نفس اللون، ممكن نديها شويه من الزبده برضو، تعمل معانا ريحه وطعم حلوين اهو، وبعدين نعمل شوربه. هنقفل ونوطي النار شوية ونسيبها تستوي، بس كده وطينا النار. عايزة بقى نبدأ نعمل الكبد والقوانص، هاخدهم عشان نقطعهم اهو. فأنا عايزة أعمل القوانص الأول، لأن القوانص هي بتاخد وقت أطول اهو اهو. نحط كده، ونحط شوية من الثوم اهو، وعايزين برضو رشة من الكزبرة يدي طعم حلو قوي معانا اهو كده نحط القلب معاها برضو، بياخد وقت اكتر، الكبدة بتاخد اقل وقت. هزود شوية زيت ذرة، مش احنا مش عايزين برضو نعملها بالزبدة تبقى تقيلة قوي، بس كده تمام. يلا نقطع بقى الكبد اهو، هي الكبد مش هتاخد معانا 5 دقايق على النار، ما بتاخدش وقت خالص. نحط بقى الكبد ونسيبهم يستووا، نحط شوية ملح، بس هنضيف إضافة ملح، وكده نبقى جاهزين اهو. هنحط ملح وهنحط فلفل زي ما اتفقنا، اللي احنا عملناه ان احنا حطينا القوانص قبل الكبد علشان تلحق تاخد من السوى، وما تبقاش دي مستوية أكتر من دي، أو دي نية ودي مستوية جدا، أو العكس إن الكبد تبقى مستوية أوفر. لا، إحنا عايزين كله يبقى مستوي تمام ومظبوط علشان الطعم يبقى حلو. إحنا ممكن نحط نوعين السنوبر مع بعض، يعني للشعرية وللسلطة مع بعض، نخلص وبعدين نبدأ نعمل اللوز نحمصه برضو شوية كده. إحنا جاهزين، هنا عندنا الشعريه تمام، هنحط عليها بقى الكبد والقوانص اللي احنا عاملينها اهو بالمنظر ده. شويه الباقيين ممكن نحطهم في سايد او في الجنب، ونعملهم سندوتشات او نكملهم مع الغرف كده. حمصنا زي ما احنا شايفين السنوبر، نحط معاه شوية من الصنوبر، وهنحط شوية من اللوز المتحمص اهو.